السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. سمعت عندي استفسار بس. اتفضل. بقول لحضرتك هو انا لو عندي حساب جاري في البنك ودلوقتي الراتب بينزل عليه تمام؟ وانا بحوش الفلوس في الحساب على اساس ان انا اشتري شقه. وبعد؟ فهل عليا زكاه؟ تحوش الفلوس على انك ستشتري شقه. ايوه بالظبط كده، يعني انا مثلا هشتري شقه مثلا بعد سنه لما اجمع حساب الشقه وكده، فالفلوس بتاعت الراتب بتنزل في الحساب. وانا بص من الحساب عادي باخد الفوائد الربويه بتاخدها او تتركها؟ ايه؟ الفوائد الربويه. مفيش فوائد. طب خلاص الحمد لله مفيش مشكله. هو حساب جاري لكن ما في مشكله. ما في مشكله.